اوكي شباب، احنا شرحنا هذا الاكزامبل الان بالبارت الاول شيريد. الان هم نرجع نقرا بسرعه. استيميت التوتال ثيوريتيكال اموت اوف غاز، يعني اريد ان ايش قد كميه بايو غاز تحصل ذات كود بي برودوس، الذي ممكن ان تنجم من المنسيبل سولد ويست. المنسيبل سولد النفايات اللي تجمعها امانه العاصمه اندر شنو الروبيك كونديشن invisible aerobic digestion process. يعني انت عندك aerobic digestion process وعندك feed من municipal solid waste، ايش قد تطلع غاز؟ بس خلينا نعطيك معلومات بعد. assume افترض انه 87 العفو 78% by weight هو من municipal solid waste هو organic material، بس شنو including moisture. هسه لهنا خلينا نحل شوي وبعدين نكمل. بدل البين اوكي ثاني جهه. هسه نقدر نقول الوزن هسه بالفيد الداخل تمام. ثاني خلينا ناخذ بيسز، راح اخذ بيسز ايش قد عندي بيسز. راح اخذ تقريبا عندي 100 باوند انا من يوم فرضت 100 باوند منسبل سولد ويست، فشي بسيط. اوكي خلينا نشوف ثاني جهه. هسه اريد ان الويت، راح يصير عندنا الويت اوف of شنو الأورجانيك تمام أورجانيك ماتيريال بالويست. من هذا الويست 100 باد مثلا عندي 100 باد ويست قد أورجانيك، فنجي حسب النسبة المطينة يعني. بس دير بالك هذا شنو، هذا ويت زائد صوت، فعندنا ما مشخصين. أوكي يساوي ايش قد عندنا هنا؟ قال النسبة 78، فنقول 78 على 100 في المية الباوند الفيد يعني الداخل مالتي راح يطلع لي. اوكي بس هذا طبعا باوند مال المنسيبل سولد ويست، اوكي مو تنسى، راح يطلع لي ذس وان يطلع لي 78 باوند. هذا منه الوزن مال اورجانيك ماتيريال، هذا ويت. زين هاي تتضمن الرطوبه. زين فاردر اسيوم انه المويستشر 20%، حلو، فاقدر اطلع انا شنو الويت مال من مال السولت اوف اورجانيك ماتيريال. فنقدر نقول الويت اوف سولت الاورجانيك ماتيريال 20% رطوبه بهذا، يعني 80% هو سولت، صح؟ فاذا هذا الديباك يعني نسميه توتال سولت يساوي لنا ايش قد طلع لي 78. اوكي يعني عندنا ايش قد النسبه مال السولت، هي كالرطوبه عندي 20%، اذا كالسولت ايش قد عندي 80 على 100 2 من 78 اللي هي باوند، راح يطلع لي 62.4 باوند. جود زين حلو خلصنا. بعد شنو عندنا؟ ال في اس ار 83 من التوتال اورجانيك سولت. دير بالك سولت، انا عندي سولت اذا اضربها في ال 83.5 على 100 يطلع لي الفي اس. فاذا نقول هسه الويت اوف فولتايل سولت، فولتايل سولت اوكي هذا الويت اوف فولتايل سولت ايش قد عندنا؟ ايش قد قال 83.5 على 100 منين؟ من التوتال سولت اللي هو 62.4، راح ايش قد يطلع لي؟ 52 0.14 هذا باوند. حلو زين طلع لي الفي اس، طلع لي الفي اس. الفي اس ايش بي؟ هم مركبين ينقسم حسب الشارت اللي قبل، يطلع لي البي في اس والار في. انا اللي يهمني البي في اس. اوكي مطي معلومات شلون اطلع البي في اس؟ اكيد مطي البي في اس. ايش قد 75 من الفي اس؟ انا عندي في اس هسه اضربه في 5 يطلع لي شنو البي في اس. فاذا الويت اوف البي في اس اللي هو البايو ديجريدبل فولتايل سولت اللي هي هذا الماده فقط اللي تتحول، ايش قد وزنها؟ قال لي 75 على 100 منين؟ من الفي اس. الفي اس حسبناه ايش قد؟ 52.14 هذا باوند. تطلع لي تشيك، تطلع لي 39.07 شنو هذا 8 هذا باوند منه هاي البي في اس. زين بعد ايش مطينا معلومه؟ مطينا
only 90 من biodegradable volatiles will be converted to biogas. مو كلها. يعني نقدر نعرف احنا هسه شنو يعني نقدر نقول من هاي الويت الويت او الويت او بي في اس شنو اللي هي converted converted يعني شنو reacted اوكي reacted لمن to biogas to biogas ايش قد 90% من هاي فنقول 90 على 100 في 39.078 يطلع لي ايش قد ادي يطلع لي 35.2 باوند اوكي يعني احنا مدخلين فيد ايش قد 100 باوند هذا municipal solid waste طلع لي البي في اس ايش قد هنا سوري طلع لي البي في اس ايش قد من ال 100 ايش قد طلع لي 39 باوند يعني تقريبا ثلثه هذا ممكن تحوله لغاز حسب المعطيات قال 90% عندي بس من ال 100 35 فقط تتحول الى بايو غاز زين حلو زين جود الماده الكيميائيه الاورجانيك يعني هاي مطينا اياها بالمعادله ايش مطينا اياها سي 60 و اتش 95 وعندنا او 38 وان اوكي هنا ننزلها سوري جود هسه هاي اذا نقارنها اذا هاي نقارنها سوري اذا نقارنها ويا سي 6 لا سي اي سي اي اتش بي اوكي او سي ان دي بالمقارنه راح يطلع لي الاي ايش قد والبي ايش قد والسي ايش قد والدي ايش قد حتى نقدر نكتب المعادله مال التفاعل فالاي عندي 60 اوكي والبي 95 والسي ايش قد عندي 38 والدي 1 هسه نجي لهاي المعادله اوكي نعوض الاي والبي والسي هنا ونحسب هذا ايش قد عندي مولر راكت اوكي فراح يصير كالاتي حسبناها سوري هم درو حسبت اوكي فالمعادله راح شو يصير عندي سي 60 اوكي سي 60 اتش 95 او 38 ان هاي الماده الاورجانيك زائده ايش قد ما يتفاعل هاي الواحد مول من يمها تفاعل يراد ليش قد هنا احسب هاي بالاعتماد على الاي والبي والسي والدي يطلع لي 18 مي يحتاج مول من المي يؤدي لنا ايش قد ميثان نتج؟ نتج 32 نتج 32 سي اتش 4 ميثان ينتج وينتج ايش قد 28 يراد 28 شنو عندك سي او 2 وعندي امونيا ايش قد؟ 1 مول ان اتش 3 جت لهنا جت زين فهنا اوكي نجي هنا عندنا هسه كم مول هنا مول واحد اذا ضربه في الموكويت مال هذا المركب يطلع لي ايش قد رياكت صح ايش قد رياكت حسب هاي المعادله اوكي فحسب هاي المعادله راح يطلع لي ايش قد عندي 1437 هذا رياكت وايش قد راد اتش 2 رياكت 324 طبعا ضربنا مثلا عندك الاتش 2 الماكويت مالته 18 في 18 يطلع لهذا الرقم هذا هم الماكويت مالته في واحد يطلع لهذا زين ميثان ايش قد بروديوس حسب المعادله طبعا هذا وزن كانما جاي يطلع عندي هنا هسه الارقام بالاحمر وزن 512 CO2 1232 بروديوس امونيا 17 كول زين هسه تسوي نسب ستوكيومتري نسب لان انا اريد اعرف ايش قد انا عندي عرفت ايش قد تفاعل وتحول الى بايو غاز بس البايو غاز ايش قد ميثان ايش قد كربون مونوكسيد ما اعرف فارجع للنسب ستوكيومتريه اوكي جود النسب ستوكيومتريه ان اجيب هذا المركب سي 660 اتش 95 او 38 ان اوكي والمركب هنا الميثان CH4 هذا الميثان
حسب هاي المعادلة عندي 1437 تفاعل نتاج لي شقد 512 حسب المعادلة. زين إذا أنا مدخل biodegradable اللي هي الأورجانيك ماتيريال واللي حسبناها شقد قال convert 35.2 أوكي 35.2 إذن X أوكي فإذن X يساوي لي هو ال weight of شنو produced CH4 ميثان راح يصير عندنا شقد خليك وياي 512 في 35.2 divided شقد 1437 منا أنا راح يطلع للرقم 12.5 يساوي لنا تقريبا 12.5 باوند بالكيلوغرام إذا حول 5.7 كيلوغرام جي. similarly بالتشابه نفسا نقدر هاي العملية نسويها لمن لل CO2 60H95 أو 38N وعندنا CO2 أوكي حسب المعادلة عندنا هنا 1437 تفاعل قد بروديوس 1232 هذا هنا عندي قد 35.2 هنا عندي X هنا ال X يساوي لنا ال weight of C produced CO2 يساوي لنا عندنا 12232 في 35.2 divided على 1437 اوكي يطلع لي هنا بروديوس السي 30.2 باوند يعني تقريبا جد عندنا بالكيلوغرام كم جاكيت اوكي قلنا 1235 على طلع لي هنا 13.7 كيلوغرام جي حلو الان عرفت الوزن مال الناتج عندي مال بايوغاز ممتاز اقدر اطلع له شنو فوليوم الفوليوم مالته بسهوله فنجي هنا اريد مثلا خلي بالك انه الدنسيتي تتذكر الدنسيتي هي الوزن على الفوليوم رايت فمن هنا يعني الفوليوم راح يصير عندنا الويت على الدنسيتي اوكي فاحنا نريد مثلا اوكي الفوليوم مال الميثان يعني عندي غاز ايش قد وزنه هسه هذا الوزن ايش قد عندنا 12.5 باوند على الدنسيتي اعطيتك اياها بدايه السؤال هاي اخير سطر اتذكر كيفر زيت ذس وان قد الدنسيتي 0.04 اوكي راح يطلع لي على 0.448 يطلع لي هنا عندي 279 فوت تكعيب اوكي فوت تكعيب دير بالك هالوحدات يعني تقريبا 7.9 متر كيوب جي نفس الشيء اريد اطلع الفوليوم اوف منه السي او 2 جيب الوزن قد عندك 30.2 على الدنسيتي مطيك اياها هاني 0.1235 فيطلع لي هنا 244 فوت تكعيب اللي هو تقريبا 6.9 متر كيوبك حلو هاي طلعنا الحجم اوكي ممتاز زين بعد نقدر نطلع اريد مثلا كومبوزيشن ايش قد عندك كومبوزيشن حلو انا عندي فوليومات اقدر اطلع لك ايش قد البرسنت نعم فاذا تريد مني من البرسنتج مال الـ CH4 بالبروديوس بالبرودكت ايش قد طلع لي الجزء ايش قد عندي هنا سب هنا 279 على 279 على الكل يعني زاد 244 في 100% يطلع لي نسبته الكومبوزيشن 53.35% زين اذا اريد ان البرسنتج مال السي او 2 بسيطه ممكن ما اسوي نفس الخطوه اقول ان 100 ماينص 53.35 ويطلع لي 46.65% اوكي كول زين ممتاز حسبنا البرسنتج هسه هو يريد التوتال اماونت مال الغاز جنريتد
للبي في اس. اوكي سهله. فالتوتال اموت نقدر نقول ايش قد توتال اموت؟ توتال اموت اوكي بي كيرفل مو فوليوم. اوكي نقدر بس عندنا شنو نقدر نقول احنا ايش قد طلع عندنا هنا؟ طلع لي انا 279 ميثان زائد 244 منه CO2 هذني طلعا ليش قد 39.1 باوند. هذا طبعا شنو هو التكعيب صح؟ ليش 39.1؟ لان هل قد 39.1 دخلنا طلع لي هل قد شنو الغاز. وهذا طبعا هنا ورزت 39 this one اوكي. طبعا هذا شو يمثل لك؟ هذا ال BVS right BVS هذا طبعا BVS. زين هاي راح نطلع نقدر نطلع من هنا راح تطلع لي انما 13.4 هو التكعيب على شنو على واحد تقدر تقول باوند من ال BVS. حلو بس زين هو يريد amount يعني كمية. انا ادي هسه انه الواحد باوند يعطيني 13.4 في التكعيب نقدر نحولها يعني هاي ال 13.4 في التكعيب رايت من البايو غاز طبعا على واحد باوند بي في اس. اوكي هسه نقدر نسوي ملتبلاي نقدر نقول الواحد طن. اوكي نقدر نسوي لايك ذس واحد طن من الاي بي في اس واحد طن من ال سوري من ال بي في اس. اوكي ايش قاعد يساوي لنا 2000 باوند رايت من ال بي في اس. اوكي اوكي سوري ذس وان كنسيدر ذس وان. اوكي زين اوكي ستيل زين هذا شنو طلع لك؟ طلع لي بس ستيل بالبي في اس انا اريده بالسولت بالمنسيبل سولت ويست. اوكي فاذا شو نسوي؟ نرجع نضرب بالنسب نضرب بمن في 0.75 حتى شو يطلع لي في اس اضرب بمن بال 0.835. اوكي اضرب بمن في ال 0.78 حتى اوصل لمن للاورجانيك ماتيريال فمنها راح ايش يطلع لي؟ يطلع لي 1472.9 شنو هذا؟ فود تكيت هذا شنو؟ واحد طن من المينيسيبل سولد ويست يعطيني شنو؟ هل قد 10472.9 فود تكيت. زين ليش انا حولت هاي التحويلات؟ لان هو بي في اس هو ما يريد بالبايودجرادبل اريد الويست يعني ايش قد اعطيك؟ يعني اذا اعطيتك واحد طن اقدر اطلع لك 10472 شنو فوت تكيت. العمليه حتى تكون ببالك دائما لا تنسى جاي شو يصير انه انت عندك المينيسيبل سولد ويست هذا المينيسيبل سولد ويست من جبناه المينيسيبل سولد ويست بيه هو المكونات يعني اللي طانا من يما تتذكرون شنو طانا من يما 78% هذا أورجانيك زين أورجانيك متر واللي هي هاي تهمني زين بعدين هاي الأورجانيك متر شنو لازم تطلع من يمها التوتال سولت خلي بالك هنا وتطلع من يمها الاش. أوكي فعندك هاي التوتال سولت. أوكي ولذلك هو ايش قال عندنا 80% تتذكرون 20% شنو رطوبه. اوكي عندك اش هنا عندك هنا رطوبه. اوكي زين التوتال صود نفسه هذا ينقسم لمن؟ ينقسم عندك الفي اس وهو قال لك ايش قد 83.5% والباقي ايضا اش. زين هذا الفي اس ايضا ينقسم شنو عندك؟ بس لك ثلاث اقسام ينقسم لك ايش قد البي في بي في اس اللي هو ايش قد هو الثاني 75% وعدي ار في اس وعدي اش. طبعا ذني مريتين احنا كل شغلنا هذا اللي تحول فهسه هنا من انا طلعت شنو هل قد باود من هذا يعطيني غاز ف
فأنا إذا أريد أوصل للمن للمنسبل وصل فأجي أضرب هاي النسب تباعا إلى أن أوصل. أوكي؟ So let us stop here and then we'll complete it.